يمكن سيادة الرئيس تحدث في الموضوع ده كتير في مناسبات ولقاءات كتيرة إلا من يرفع السلاح، وأعتقد أن لا مجال حتى في سياسة مصر الخارجية أن بتحبز دايما الحل السياسي وجميع الطوائف والفئات اللي بتمثل الشعب مثلا السوري إلا طبعا التنظيمات والمؤسسات الإرهابية. مصر بتتخذ سياسة مهمة جدا رافضة لكل أشكال التنظيمات والجماعات المسلحة التي تتبنى الإرهاب، وأعتقد أن الرئيس حدد في ملامح كتيرة أن قال إن ليس فقط الإرهابي من يحمل السلاح على مستوى الدول، ولكن أيضا من يمول ويدعم ويوفر الملذات الأمنة والغطاء السياسي لهذه التفتة. الاقتصاد أعتقد مصر بتسير بخطى ثابتة وواثقة، وفي اعتقاد أن الرئيس النهاردة لما تحدث عن بناء الإنسان سواء الاهتمام بالتعليم أو الصحة أو الثقافة، دي عائدات لأربع سنين، عائدات الحصاد أو جدي الثمار أو صبر المصريين ابتدى يؤتي ثمر. هو رؤية الرئيس وقراراته وشجاعته اعتقد ان اثبتت جدواها ونجاحها الكبير. ما هو طبيعي جدا لما يكون عند 11000 مشروع واستثمارات معدل النمو بيرتفع الى 5.5%، واعتقد ان البطاله بتنزل ل 10.6%، معدلات التضخم بتراجع، عجز الموازنه بتراجع، عندي 45 تقريبا مليار دولار احتياطي نقدي اجنبي. كل ده اعتقد ان احنا بصدد ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في طريقنا الى التصدير. اعتقد ان السياحه مع استتباب الامن والاستقرار واستعاده هيبه الدوله والمناخ الامن اللي بنعيشه في طريقها للتعافي وتزيد معدلات الدخل، كانت قبل 2011 بتدر تقريبا من 14 ل 15 مليار دولار. اعتقد ان عوائد المصريين زادت 63 مليار جنيه، اعتقد ان عائدات المصريين في الخارج زادت وصلت ل 24 مليار في 10 شهور. اعتقد كل المؤشرات كل الشهادات سواء صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او المؤسسات الاقتصاديه او هارفارد للتنميه الدوليه، اعتقد كلها بتصب ان الاقتصاد المصري بالفعل بيسير بثقة وعلى المسار الصحيح، وأن هناك عائدات سوف، يعني أنا كنت رفضت دايما بركز المواطن بيقول لك وأنا عائد عليه، لا هذا مش عائد عليك بشكل مادي، ولكن تحسين جودة الحياة، تحسين الخدمة، أنك تشوف نظام تعليمي يحقق لأولادك الهدف المنشود ويحقق لبلدك قضية التعليم. لما تخلق شخص متعلم ده جزء مهم جدا من الأمن القومي المصري وبيدفع مسألة البحث العلمي والابتكار والاختراع، الفكرة الوحيدة الواحدة ممكن تحقق مليارات الدولارات او تحل مشاكل مصر المزمنه. احنا في طريقنا لتحقيق الاستغناء والاكتفاء وسد الثغرات وتوفير احتياجات المصريين من اللحوم ومن الدواجن ومن الاسماك، اعتقد كنا بنستورد من 60 ل 70% من احتياجاتنا. اعتقد المشروعات اللي موجوده دلوقتي في مصر او مزارع سمكيه في بركه غليون في قناه السويس، زي ما تحدثت الدكتوره منى محرز عن مضاعفه الانتاج الحيواني، عن مضاعفه الانتاج الالبان ل 124 مليون طن سنويا، في موجود 110، يعني احنا تقريبا مره وربع زدنا ضعفنا الانتاج. اعتقد المشاكل الحاليه والحياتيه اللي كانت بتواجه المواطن المصري من زياده الاسعار او عدم وجود السلعه بجوده حياه المصري، جوده السلعه نفسها عندنا 100,000 صوبه زراعيه بتحقق انتاج ما يبلغ حوالي مليون فدان، عندنا تقريبا 2.5 مليون فدان، كل هذه العائدات ستضر او ستعود على المواطن المصري بتوفير احتياجاته، وبالتالي زياده العرض بيقلل السعر اللي موجود. اعتقد ان يعني الطبيعي انك انت تشهد تحسين جوده الحياه، صحه، مستشفيات، تأهيل كامل للاطباء، منظومه التامين الصحي اللي بتشهد دلوقتي في 4 مدن في القناه وبدا تدشينها بالفعل، الثقافه واستعاده هويه الانسان المصري واستعاده اخلاقياته والقوى الناعمه اللي كانت مصر بتمتلكها من ام كلثوم للمسلسلات للدراما للشعرة للغنى، وابتعاد واقصاء ثقافه الابتذال والتدني.